طلب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. والحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله لا هذا إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان انقطع عنه انقطع عمله انقطع عنه عنه عمله إيوه إلا من ثلاثة. إيش هي الثلاثة؟ ثلاثة ريالات. ماذا تضحكون مني؟ إلا من صدقة جارية. إلا من صدقة جارية.